Ça va, merci. Ça va, très bien. Pas d'écho, merci. اللي نداش مع الـ مع اللي صار سعيد جدا اليوم الافتتاح مدرسة الفرصة الثانية للجيل الجديد الحسنة بالمديرية الإقليمية عين الشق. هذا المشروع اللي انجزناه بشراكة بين الأكاديمية الجهوية وعملة مقاطعة عين الشق وجمعية ملتقى بلادي المواطنة اللي مكنات بفضل يعني انخراط مجموعة من المتدخلين سواء من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص لإعطاء فرصة جديدة يعني عبر تأهيل مؤسسة مغلقة لتمكين مجموعة من تلميذات وتلاميذ من إعادة التأهيل وإعادة الإدماج سواء في المنظومة التعليمية النظامية أو عبر تلقين مجموعة من المهن والحرف لتمكينهم بطبيعة الحال بعد التكوين من الاندماج في سوق الشغل. اليوم لابد من نقدم الشكر الجزيل لكل المساهمين يعني في هذه المبادرة واللي مكنات الأكاديمية الجهوية من تحقيق هدف متميز بحيث افتتحنا في هذا الدخول المدرسي استطعنا أن نوصلوا 22 مدرسة الفرصة الثانية من الجيل الجديد بفضل تعبئة الشركاء. الهدف كان هو تحقيق 9 مدارس الفرصة الثانية بفضل انفتاح الأكاديمية والثقة اللي وضعوها فيها الشركاء. استطعنا اليوم تكون عندنا 22 مؤسسة من الجيل الجديد علما أن الأكاديمية برمجات 3 مدارس خلال الموسم المقبل وغادي نتمكنوا بطبيعة الحال بفضل هذا الانفتاح على افتتاح 7 أو مؤسسات مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد خلال هذا الموسم المقبل إن شاء الله. 137 شاب وشابة كانوا قطعوا الدراسة أو ما كانش في التمدرس، اليوم التحقوا بصف الدراسة في مركز الفرصة الثانية للجيل الجديد الحسنة بعين الشوخ. هذا المركز اللي كيخول تكوين مزدوج أكاديمي بيداغوجي وتكوين مهني حرفي. 7 ديال الشعاب اللي مفرح حاليا في المركز باش انها تمنح هاد الشباب هادو فرصه التعلم، فرصه يعني التكوين من اجل الولوج لسوق الشغل. ايضا هناك فرصه لهاد التلاميذ انهم يندمجوا في الحياه المدرسيه العاديه من خلال يعني العوده الى الدراسه المسيره. المركز حاليا بدا هذا واحد جوج اسابيع في التسجيل ديالو، ما شفنا الافتتاح الرسمي ديالو، وان شاء الله احنا في صدد توسيع الطاقه الاستيعابيه ديالو باش نرفعوا العدد ديال المستفيدين وايضا تنويع الشعب المتوفره. المركز كيوفر مجموعة من الشعب منها شعبة صيانة الحواسيب، شعبة الانفوغرافيا والإعلاميات، شعبة التجارة الإلكترونية، شعبة فنون الديكور والصباغة، شعبة الحلويات والفطائر، شعبة الحلاقة وفنون التجميل، وأيضا دروس نظرية بالإضافة لأنشطة موازية والتربية البدنية. تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.